ازيك يا محمد، عامل ايه؟ طب بص، قطعت فيك في الاول على طول كده في البدايه عشان ايه ما تتكلمش. اولا مبروك طبعا، يعني النتيجه كويسه 3-0 المنتخب المصري. يعني ابتدينا نوصل لحته ان احنا طريق جون مهم جدا، انك انت تبقى عمليه التهديف تزيد عندك، انت فاهم؟ المفروض اللعيبه دي تاخد ثقه عشان نقدر يعني يبقى القصه تبقى جميله. يعني انت بتحس المكسب مش بيبقى مكسب عادي، بيبقى مكسب كويس، في تفكير، في خطه، في وضع معين، في ارتفاع في الاداء، روح اللعيبه، الحاجات دي كلها. فطبعا المكاسب من المباراه دي اهمها كان ان هو ايه، رجوع ثقه اللعيبه لبعضيها، المدرب و اللاعبين مع بعض، هو ده الاهم، ده اللي احنا بندور عليه. ايا كان مين بيشارك او اي من كان بيلعب، لكن مهم جدا هي روح التعاون ما بين اللاعب والمدرب، ان هم يوصلوا منتخب مصر ان احنا نقدر نفوز بنتيجه كويسه فيها ارتياحيه، فيها نوع من الثقه الاكبر. النهارده اللعيبه بتاخد خبرات اعلى، كل مباراه بيزيدوا، بيوصلوا تواصل مع محمد صلاح ما شاركش. ما انا عارف ان هو ما شاركش في اللعبه، بس يعني برضه في الاول وفي الاخر منتخب مصر احنا بنتكلم على القوام الاساسي، يعني القوام الاساسي، يعني احنا بنتكلم ان مصر ايا كان في كل لعيب في العالم، في احسن لعيبه في العالم لعبت وبطلت كوره وكل تمام، فاحنا دايما لازم نبص للقيمه الاسم الاول قبل ما نبص للاعب نفسه. طيب كابتن هشام، حضرتك يعني في تحسن في نبره صوتك ويعني ورضاك عن التجربه الثانيه غير الاولانيه؟ بص، لان التجربه الثانيه ليبيريا من الفرق برضو اللي هي مش قليله يعني، وكان فيها نجم من نجوم الكوره جورج وايا. خلي بالك ده الرئيس الحالي. رئيس طبعا، وعملت معاه حوار قبل كده يعني، بس يعني لعبت قدام الرئيس بتاع الليبري. اتفضل. فطبعا يعني احنا في الاول وفي الاخر انت فاهم لازم يكون عندنا ثقافة الفوز بقى بأهداف كويسة، بأهداف كتير، ما نبقاش 1-0، ما نبقاش قاعدين دايما متعلقين بنتيجة المباراة لغاية آخر لحظة، فده مهم جدا. تاني حاجة، طب كابتن هشام، قبل تاني حاجة بس، الفرص الضايعة الكتير دي نعالج سلبياتها ازاي؟ لا، ما علاج السلبيات لازم اللاعب نفسه بقى يشتغل، يعني مثلا كوكا او ايا كان مين بيشارك لازم اشتغل على الملعب. بص يا محمد، محمد صلاح ما بقاش نجم كبير جدا لما اشتغل على نفسه لوحده، يعني اي لعيب بيزيد مستواه او بتاع ده بيخش مرحله من المستوى العالي، ده لازم يبقى نتيجه ايه، اعداد نفسه نفسيا وبدنيا لوحده غير. يعني انا كنت بمشي يعني بتمرن لوحدي، لو كان يعني ايام ما كان كابتن جوهري مثلا بيشتغل كنت بعمل شاب دبات لوحدي خاصه بتاعتي في اوقات معينه علشان احافظ على التنميات بتاعتي والتركيز اكتر. فانت النهارده مطلوب من اللعيبه ان هي تبتدي تعلي بقى، ما هو مش ممكن اجي اقول المدرب بتاع منتخب مصر هيجي يجيب مثلا اللعيبه يجي يدربها، لازم يكون جاهز مع ناديه، يعني المدربين اللي موجودين في الانديه لازم يروح لها التخصصات، تدريب التخصصات. معظم المدربين عندنا ما بيشتغلوش تخصصات. معلش كابتن هشام تاني، معلش انا اسف. واحدة، لأن جزئية مهمة جدا. حضرتك عايز توحيد طريقة اللعب، مثلا المدير الفني يبقى قريب في وجهات النظر مع المدير الفني للأندية المصرية، ولا تقصد ايه بالظبط تحديدا يعني؟ بص، طريقة التدريب والتعاون ما بين المدرب فيتوريا والمدربين المصريين لازم يبقى فيه نقاش معاهم. هو الراجل يعني راح السنة اللي فاتت وزار، وهو قال انه في المؤتمر الصحفي انه هيكمل المسيرة ويتابع اللاعبين المحترفين ويتابع لاعبين تاني في الدوري العام المصري ويبقى قريب منهم. مش عايز حتة المتابعة دي او اللي هي البتاع ده، لا انا عايز حتة التنفيذ بقى.